طيب هذا التجمع الدكتور عادل فرج هو يحتوي على مؤهلات كبيرة، نعرف أن تقريبا 23 دولة تطل على الأطلس، فيها تقريبا 56% من سكان إفريقيا، أي المؤهلات اليوم يمكن استغلالها فعلا؟ أولا أستاذة قبل الإجابة على السؤال يجب أن أقوم بتحليل نقطتين. تحليل أولا كلمة سيد وزير الخارجية لأنها تعبر عن احترافية كبيرة. انعقاد المؤتمر بالرباط أي عاصمة الثقافة الإفريقية، حينما نقرأ البيان ونقارن ما الهدف من هذه الكلمة، حينما نتساءل أو نسائل سواء الأنثروبولوجيين أو السوسيولوجيين أو العلماء في علم السياسة ما معنى ثقافة؟ الثقافة هي إحساس، هي شعور، هي إدراك، هي هوية مشتركة تم تبنيها من مجموعة معينة. حينما أقرأ كلمة السيد معالي وزير السيد وزير التعليم أجد هذه الكلمات، أجد الإدراك، أجد الهوية، أجد المشترك، أجد الثقافة. إذن هي أولا نقطة تحسب لهذا البيان. وكذلك نقطة أخرى هي تطابق ما بين كلمة السيد وزير الخارجية وما بين التوصيات والقرارات التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي. جوابا على سؤالكم، إفريقيا تمثل 46%، 23 دولة المطلة على الساحل الأفريقي، حوالي 23 دولة تمثل 46% من ساكنة إفريقيا، حجم التبادل التجاري حوالي 55%، حجم التبادل التجاري من الناتج الداخلي الخام 55% من الناتج الداخلي الخام دكتور. نعم لا و57 من التجارة الإفريقية، إلى جانب مؤهلات اقتصادية ثروات طبيعية. السيد وزير الخارجية أشار إلى التحديات التي تعرفها المنظومة، هناك تنافس حول المنظومة، هناك مجموعة من التحديات التي تواجه إفريقيا، من بينها الهدف. لماذا نقول الدول المطلة على المحيط الأطلسي؟ أولا ملاحظة جيدة هو أن المغرب هو قائد هذه العملية، هو من أخذ المبادرة، والمغرب ينتمي إلى إفريقيا. الهدف من هذه الكلمة أو البيان الختامي ما معناه؟ أن هناك حينما نقول ثقافة معينة أي نوحد الرؤى نحو التحديات التي قد تكون تحديات أمنية، تحديات طاقية، تحديات اقتصادية. في نفس الوقت الهدف ما هو الخطاب؟ ما الهدف من هذا الاجتماع؟ المغرب كما تعلمون يوجد في إفريقيا. إذا كانت هناك ثقافة مشتركة، هوية مشتركة، إدراك مشترك، إحساس مشترك، سيمكن المغرب ليس فقط العمل في إفريقيا، العمل مع إفريقيا، العمل لأجل إفريقيا. بمعنى أن الاستراتيجية التي تتخذها الدبلوماسية الملكية ليست ذات توجه أحادي، بل هي لها ثلاث مستويات. وبالتالي فإن الدول المطلة على المحيط الأطلسي، حينما نقول تأمين الممرات البحرية، بمعنى آخر أننا نريد تأكيد كما هناك سيادة إقليمية على ما هو فضاء جوي، يجب أن تكون كذلك سيادة على المجال البحري. لأن إفريقيا ما بين قوسين، هناك بعض الدول الضعيفة سياسيا أو ما يسمى ابتداء من سنة 1990 الدول الفاشلة، هناك حدود جغرافية غير مضبوطة أمنيا، هناك كما قال الأستاذ الإرهاب، هناك الجرائم العابرة للقارات. إذن هذه الظواهر من شأنها تقويض هذا التعاون، هذا التطور لإفريقيا. إذن مخرجات الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقط التي تعتبر هي انشغالات آنية، من بينها مثلا تأمين الممرات البحرية، مشكل الطاقة، مشكل التنمية المستدامة، مشاكل البيئة، مشكل المناخ وما يطرحه من تحديات سواء على مستوى الهجرة، على مستوى التغذية. هناك ارتفاع منسوب المياه، بمعنى أن الدول المطلة ستكون معرضة إلى كوارث. بمعنى آخر أن هذا الاجتماع هو نظرة، هو محاولة خلق ثقافة تأخذ بعين الاعتبار ثلاث طيب أبعاد. نشتغل نعم أكمل جملتك. نشتغل في إفريقيا، نشتغل مع إفريقيا، ونشتغل لأجل إفريقيا. هذه الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية هو أنه التحديات التي تعرفها إفريقيا تفرض نوع من التعاون لتتمين سيادة الدول المطلة على المحيط الأطلسي في تجانس وفي تناسق
مع دول أمريكا التي هي كذلك مطلة على المحيط الأطلسي، بمعنى آخر وضع إطار قانوني الحد من التسيب. وكما نعرف نحن الآن اقتصاديا هناك أزمة ما يسمى بسلاسل التمويل. إذن هذه المباراة لا تأخذ فقط البعد الإفريقي، بل هي تدخل كذلك في مصالح الاتحاد الأوروبي، في مصالح جميع الدول التي تريد أن تحرك اقتصادها خاصة بعد وباء كورونا. طيب.